اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بيكم، وان شاء الله نبدا مع بعض محاضره ارجو ان تكون مفيده للجميع باذن الله، وارجو ان احنا نقدر نلقي بعض الضوء على مفهوم التنميه المستدامه وايه هي اهداف التنميه المستدامه اللي العالم كله شغال عليها دلوقتي، ونشوف الكلام ده كتطبيق من تطبيقات التنمية المستدامة على بقعة من بقاع مصر الغالية. أرجو أن يكون الطرح يتواءم مع المفهوم اللي عايزين نوصل له، وإزاي نقدر نتفاعل معاه، وإزاي يكون له دور فعال لإعلاء أهداف التنمية المستدامة على مستوى على مستويات جميعاً الوطن العربي عموما ومصر على الخصوص. بداية كده لما نيجي نتكلم على التنمية المستدامة والتنمية الحضرية، أي مجتمع عمراني، أي مجتمع له توجه إنه يبقى في مفهوم حضاري عالي بيبتدي يخش على مفاهيم التنمية المستدامة بصفة عامة، وده بقت توجه عالمي. كان في الأول يعني إرهاصاته كانت إرهاصات ما هياش قوية، يمكن الكلام اللي احنا كنا في مرة عرضناه عن العمارة الخضراء والعمارة البيئية، كنا بنطرح فيها مفهوم التدرج اللي حصل في المجتمعات عشان تصل إلى هذه المفاهيم المستحدثة، لأن في العمر المفاهيم دي كلها لم تكن من قبل موجودة، لكن كانت المجتمعات بتشتغل بيها بدون ما يتحط لها أسامي وشعارات. ويمكن حتى مفهوم كلمة التنمية والاستدامة يمكن ظهوره كان سنة 87، 1987 في القرن الماضي، وده كان بيتكلم على التأثير النمو الاقتصادي الزيادة قوي وتأثير الجلوباليزيشن أو العولمة على المجتمعات. فهل التأثيرات دي كان محتاج إن يتوضح فيها ما هي الآثار السلبية لهذا النمو الاقتصادي والعولمة، وهل الآثار السلبية دي يعني إيه؟ مفهوم كلمة الآثار السلبية يعني النمو الاقتصادي للدول كان بيعتمد على إنه يعلي مثلا مفاهيم الصناعة أو حتى مفاهيم الزراعة. فمفاهيم الصناعة لم يكن المجتمعات تعي إن الصناعة كانت أحد الأسباب الرئيسية كأسباب سلبية للتأثير على استدامة الحياة والحضر والمجتمعات بصفة عامة. وهنا كان لازم يطلع فيها تركيز أكتر من المجتمعات ومن الأفراد علشان يستوعبوا إن التنمية المستدامة لها تأثير كبير جدا على التنمية الاقتصادية في أي دولة. وطبعا تفاعلات المجتمعات كانت بتبقى الأثر فيها إما إنه عن طريق الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية، ثم الشركات أو الهيئات الربحية والغير يعني وغير هادفة للربح، ثم الأفراد. لكن بيعلى قوي قوي المفاهيم دي هي إنها تبقى مؤكدة وموثقة لما تكون خارجة من هيئات ومنظمات دولية. وهنا يظهر التقرير اللي اتعمل سنة 2007 كان اسمه مستقبلنا المشترك، وده كانت عاملاه لجنة من لجان الأمم المتحدة اسمه اللجنة العالمية للتنمية والبيئة، وبيظهر فيها إعلاء قيمة التنمية المستدامة، مفهوم كلمة التنمية المستدامة. وده كانت بدايات الكلام بقى على أساس إن إحنا نقول والله إن إحنا عايزين نوصل للمجتمع الدولي كله مفاهيم التنمية المستدامة بصفة عامة، وإزاي إنها تبقى ليها تأثير على مستوى المجتمعات في كل قطر وفي كل بلد. وعلشان تبقى العملية أكثر يعني دخولا في العمق،
ابتدى يبقى التنمية الحضرية أو التنمية المستدامة بصفة عامة ابتدت توجد لها أسباب رئيسية وقوية علشان يبتدي المجتمعات تاخد بالها منها. فابتدت تتحط كل السلبيات اللي موجودة في المجتمعات، وإزاي إن هذه السلبيات سواء كانت حروب أو مجاعات أو كوارث أو حتى التغير المناخي، إزاي إن كل الأسباب دي كلها مجتمع أو منفردة بتوصل إلى إن إحنا مش لو ما فيش حد بيهتم بيها، لو ما فيش حد بيعلي قيمة أو الأثر الغير إيجابي لهذه المشاكل على مستوى المجتمعات، إنها هتؤدي إلى إن إحنا نفقد الحياة على الكرة الأرضية، وهنفقد التواصل المجتمعي بيننا، وهنفقد الحياة المستقبلية للأجيال القادمة. هنا كانت النقطة إن خلينا نقول طيب عايزين نحط شوية ركائز نقدر نبني عليها إزاي يعلى كلمة التنمية المستدامة. فكان أهم 3 ركائز رئيسية اللي هي الركيزة البيئية والركيزة الاقتصادية والركيزة المجتمعية. فلازم يظهر في الركيزة الاقتصادية إن يكون في نمو اقتصادي، والنمو الاقتصادي ده هو يكون مش بس بيغطي احتياجات المجتمعات، ولكن كمان بيحافظ على البيئة علشان ما تبقاش زي هذا النمو برضه بيؤثر بالسلب على المجتمعات. فبالتالي هيظهر العلاقة ما بين النمو الاقتصادي والعدالة المجتمعية. والعدالة المجتمعية احنا بنقصد فيها ان المجتمع كله يصل من الفوائد في البيئة اللي هو عايش فيها، ولا يكون في حكر فئة عن فئة، حتى في توزيع الثروات، حتى في توزيع المحافظات على الكيانات أو الأماكن والبيئات المختلفة اللي عايش فيها التنوع العالي للمجتمعات في كل دولة. وبالتالي لازم يعلى معانا كمان حتة الحفاظ على البيئة بصفة عامة بمكوناتها كلها بالكامل. فلازم يبقى فيه توجه إزاي نخلي البيئة في أي مجتمع هو بيئة قابلة للاستمرارية، بيئة يتعايش فيها الحاضر مع المستقبل بطريقة فيها تناغم، ما يكونش فيه دور من الحاضر على المستقبل، علشان تكون أحد الأسباب من النمو الاقتصادي الغير متوازن. لحد لما ظهر في سنة 2015 في أحد مؤتمرات الأمم المتحدة، وهنا ابتدى يظهر إن يكون في أهداف الناس تشتغل عليها أو الدول تشتغل عليها. والأهداف دي هي بعد إرهاصات كتيرة وبعد دراسات كتيرة توصلوا إن الأهداف دي هي مجملهم هم 17 هدف. وطلب من الدول بالموافقة على هذه الأهداف، وإدوا فترة زمنية لحد سنة 2030 إن كل الدول تحاول تغطي الأجندة بتاعت هذه الأهداف اللي هم 17 هدف دول. طبعا مقبول جدا إن في دول مش لازم تكون واخدة ال 17 هدف كاملة، يعني في دول داخل ليس لها في الحياة البحرية كتير، فبالتالي هو بيحاول يطبق أكبر قدر ممكن من الأهداف دي هي. وكان التفاعل ما بين الدول دي هي إن 195 دولة وافقت على إنها تعتمد هذه الأهداف كخطط استراتيجية ليها حتى 2030. الكلام ده سنة كام؟ سنة 2015. وهنا بيعلى فيها قيمة إن توحيد فكرة البناء المجتمعي المتكامل للاستدامة عن طريق هذه الأهداف اللي بيجتمع عليها البشر كلهم، علشان هو ده اللي هيعلي التنمية في مجتمعاتنا، مش عايز أقول بالتساوي لكن بقدر أكبر من عدم الجور على الآخرين. طيب علشان نبتدي نستوعب تاني مفهوم التنمية المستدامة لازم يتوجد له تعريف. فمن هذه التعريف ان التنميه هي التي تكفي احتياجات الحاضر دون الاضرار بقدره اجيال المستقبل على الوفاء. ده اللي احنا بنقوله، ان احنا عايزين لما يبقى في مجتمع موجود ومتعايش ومحتاج ان يقوى فيها اقتصاده، انه يكون الاقتصاد بتاعه ما يطغاش على حق المستقبل وحق الاجيال المستقبل ان في المعيشه. يعني مش معنى ان انا
عندي مجتمع كبير في منطقة ما، إن أنا أستغل الأرض بالكامل وما أسيبش أرض للأجيال القادمة، أو إنه أستنزف الموارد الطبيعية اللي موجودة في هذه الأرض. والاستنزاف هنا هو أوقات بيبقى بصورة جائرة جدا، بصورة تؤدي إلى عدم توازن حتى كمان في بيئة المكان. وبعدين بنلاقي تعريف تاني هو تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومتناغمة، وتعني أو تعنى بتحسن نوعية الحياة مع حماية النظم الحيوية. وفي تعريف ثالث هي التنمية التي تقوم أساسا على وضع حوافز تقلل من التلوث. عايزين بقى إيه نفهم بقى دلوقتي، إحنا بنحاول نحافظ على إيه، على المستقبل. طب هنحافظ نحافظ على المستقبل إزاي؟ قلنا أول حاجة إن إحنا لا يكون في جور على احتياجات المستقبل. فبالتالي من ضمن الحاجات اللي بيبقى دائما وأبدا بيعلى فيها حتة كلمة الجور على حقوق المستقبل، إن إحنا بنستهلك المصادر الرئيسية، وبالتالي بيحصل تلوث شديد جدا جدا، وبيبقى التلوث ده نتيجة الصناعات الضخمة والاستهلاك العالي لأفراد المجتمع، اللي بيها نلاقي كميات التلوث اللي أصابت البر والبحر بصفة عامة. وإزاي بقى إن إحنا نحاول في مفاهيم التنمية المستدامة إن إحنا نقلل حجم النفايات والمخلفات، ونقلل كمان الاستهلاك، وخاصة ما يخص استهلاك الطاقة واستنزاف الطاقة ومصادر الطاقة الطبيعية الرئيسية. أنا لا أتكلم عن الطاقة المتجددة، الطاقة المتجددة كانت أحد الحلول لتقليل استهلاكنا للفوزيل فويل أو الطاقة الطبيعية، سواء كانت الفحم، الكول، أو حتى البترول ومشتقاته. ومن الحاجات اللي كانت برضه بيهتم مفهوم التنمية المستدامة فيها كعناصر رئيسية هو استهلاك المجتمعات للمياه واستهلاك الموارد الحيوية. استهلاك المجتمعات للمياه الصالحة للشرب أدى إلى إن في بعض المجتمعات بقى عندها فقر مائي شديد جدا، وبالتالي بتحاول إنها تغطي هذا الفقر، إما إنها تغطيها بالقوة عن طريق عمل مشاكل مع المجتمعات اللي حوالين منها المحيطة، أو إنها بتحاول تستنزف مواردها المالية والاقتصادية في إنها تعمل معالجات للمياه الموجودة، سواء كانت المعالجات دي هي المياه في الأصل غير صالحة للشرب، ملوحتها زيادة زي المجتمعات اللي هي موجودة على المحيطات والبحار، أو ودي كلها حلول بتستنزف موارد الدولة علشان يعلى فيها قيمة الاستهلاك للمياه. طبعا الكلام ده برضه نفس القصه بالنسبه للموارد الحيويه. يعني ايه الموارد الحيويه؟ كل ما هو هيخش في اي صناعات، اي زراعات، اي مكونات المجتمعات، يعني مثلا الغابات، يعني الاحتياجات للاكل للشرب وهكذا. طيب الهدف ال 11 من الاهداف ال 17 ده بيتكلم عن المجتمعات والمدن او الحضر او المكونات الرئيسيه للمجتمعات دي. فبنحاول ان احنا نشوف هذه المجتمعات او هذه المجتمعات ازاي تتعايش في مدن مستدامه. ايه هو الاثر البيئي لهذه المجتمعات، وازاي نقدر نوفر لهم حياه مستدامه بصفه عامه. ولما نقول حياه مستدامه احنا برضو بنرجع تاني ونتكلم على احتياجات هذه المجتمعات لوجوده في المدن. احتياجاته بقى من الطاقة، من مصادر الغذاء، من المياه، ازاي يتعامل مع النفايات وتلوث الهواء والمياه والانبعاثات الكربونية، وازاي نربط ده كله. طبعا المصادر بيبقى حاجات أساسية رئيسية لتعافي المجتمعات والتعايش جوه هذه المدن، وربط هذا الكلام بالمصادر بقى الدخل والاقتصاد وحفاظ الموارد الطبيعية وتوازن. يبقى احنا بنحاول نعلي من قيمه في المدن المستدامه بصفه عامه، بنحاول نعلي فيها ازاي يبقى الاستثمار مستدام، وايه هي وسائل الانتاج اللي ما تجرش تاني ولا تبدد ولا تسرف في الموارد الرئيسيه، وما تجرش على المستقبل والاجيال المستقبل. وده اللي بيخلي المجتمعات يكون فيها تنظيميه في الانتاج، تنظيمية في أو استمرارية في التنظيم
للإنتاج وإعلاء قيمة التعافي للمجتمع وحفاظا على حق المجتمعات المستقبلية. من هنا بنقدر نقول إن المدن المستدامة ينبغي أن تكون قادرة على إطعام نفسها مع الاعتماد الضئيل على المناطق الريفية، إن يكون عندها مصادر الطاقة. وهنا يظهر بقى مفهوم إن إحنا عايزين يعلي معانا قيمة الطاقة المتجددة، لأن زي ما اتفقنا إن الطاقة الفوزل فويل أو الطاقة الأصلية الطبيعية اللي هي خارجة من مصادر الفحم والبترول والأخشاب والكلام ده كله، هذه المصادر يعني بتستنزف بطريقة شديدة جدا جدا، وكمان بتزود في التلوث. فابتدى يبقى فيه بدائل لهذا الكلام، وابتدينا نتكلم على ان احنا عايزين نوجد استخدامات اكتر للطاقة المتجددة، واكتر من 10 انواع من الطاقات المتجددة بقت دلوقتي هي اللي بتحاول المجتمعات انها تعلي من قيمتها وتعلي من استهلاكاتها ليها. من الاسس اللي بتبني عليها المدن المستدامة اللي هي تقليل التلوث، واحنا قلنا ان التلوث ده هو ناتج من استخداماتنا للطاقة، مصادر الطاقة الرئيسية، وكمان حياة المجتمعية المبنية على الإنتاج الصناعي، وحتى كمان الإنتاج الزراعي بصفة عامة. استخدام الأراضي بكفاءة، وهنا بنقدر نقول إن الجور العالي للمجتمعات في الأراضي المحيطة بيها أو الموجود فيها حياة، بنلاقيه في صور إعلاء قيمة إما الزراعات اللي بتاخد من حق الأجيال القادمة في استنبات واستزراع أراضي لما يلاقوش أراضي يعرفوا يستزرعوها، أو إن الأراضي تستخدم بطريقة عشوائية وطريقة غير منظمة بيقلل فيها كفاءة الاستخدام أو استمتاع بالمدن المستدامة. وآخر حاجة، إن هذه المدن يجب أن تعمل على إعادة تدوير وتحويل النفايات، سواء كانت إلى طاقة أو سماد أو ده طبعاً صور متعددة للاستهلاكات أو يعني التعامل مع المخلفات الزراعية. طيب نرجع تاني، يبقى إيه هي مواصفات المدن المستدامة؟ إنها بتستخدم نظم زراعية مختلفة بغرض تقليل مسافات انتقال المواد الغذائية. إحنا بنشوف دلوقتي إن بعض الأنواع أو الزراعات دلوقتي بنسميها الزراعات المائية أو الأكوابونيك، وإن بقت في حاجة اسمها الزراعات الرأسية، وفي حاجة اسمها الزراعات الرملية، وهكذا. صور كتيرة جدا جدا. ليه؟ لأن في بعض المناطق لا يصلح إن أنت تسيب الزراعات بتاعتك في الجو أو المناخ بتاعها، أو إن يكون الأراضي بتاعتها يعني شحيحة أو نادرة أو كده زي بعض البلدان، فبالتالي بيحتاج إن يوجد البدائل لقلة وندرة الأراضي التي تستخدم في الزراعة. وتاني مواصفة من مواصفات المدن إنها تستخدم طاقة متجددة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو فوزل فويل أو آسف البيوماس أو البيوجاز أو حتى الوين توربن، معالجات الصرف، وكل ده كله وغيرها كتير. طبعا اللي هي زي طاقة الرياح، طاقة التيدل، وطاقة الأمواج، دي طبعا من الصور المتنوعة العالية جدا جدا، والكاينيتك انرجي والحاجات دي كلها. دي كلها مصادر طاقة متجددة ابتدت الدول تشتغل عليها بماس برودكشن، كميات ضخمة جدا من إنتاج الطاقة، سواء كانت بأنواعها المختلفة. ليه؟ عشان أولا يغطوا احتياجاتهم من الطاقة بصفة عامة للمجتمعات الجديدة، لتوليد الكهرباء للمجتمعات اللي بتنشأ في المدن المستدامة، أو إنها تستغل في الصناعات والزراعات واحتياجات هذه المدن من تغطية الاحتياجات الرئيسية بتاعتها. لما ابتدينا نقول إن إيه هي استهلاكاتنا للطاقة، فبنلاقي إن أحد الاستهلاك العنيف جدا للطاقة هو استخدامنا للمكيفات الهواء، ودي بتخلي المكيفات الهواء من ضمن الأسباب الرئيسية أو الأولى في استهلاكنا للطاقة بصفة عامة. فإزاي إن أنت توجد بدائل
لموضوع استهلاك المكيفات للهواء، او انك تعمل معالجات. ومن ضمن المعالجات دي هي بنسميها احنا كمعماريين حاجه اسمها الباسيف ديزاين، وازاي نعلي قيم كتيره جدا جدا في الباسيف ديزاين، وازاي بنعلي الجرينز بصفه عامه في الباسيف في المباني علشان يقلل استهلاك الطاقه في تكييف الهواء. وحتى كمان بنشتغل على مثلا الالوان ودرجات الالوان وانظمه تهويه طبيعيه ومسطحات ذات المسطحات المائيه والمسطحات الخضراء، عناصر كتيره جدا جدا في من عناصر اللي بتقلل من احتياجاتنا لمكيفات هواء تستهلك طاقه كبيره. من المواصفات المدن المستدامه وسائل النقل وتحسينها وجعلها اكثر ذكاء، وهنا بنحاول نخلي هذه وسائل النقل تقلل من استهلاكها للفوزيل فويل والبترول او الطاقه الغير متجدده. وهنا بيظهر استهلاك وجود وسائل نقل حديثه اللي هي بتشتغل اما بالطاقه الشمسيه او بتشتغل بالكهرباء او بتشتغل بوسائل متنوعه لتسيير هذه الوسائل. فاحنا او الكهرباء يعني طبعا زي المتروات والمنورات والمونوريل وحتى الاتوبيسات اللي بتشتغل بالكهرباء. وطبعا وابتدى يظهر معانا حاجه اسمها الهايبرد ووسائل اخرى اكثر تقدما دلوقتي، بيبقى في بعض ارهاصات ان في بعض المركبات بتشتغل بطاقه الهيدروجين، وده هتبقى برضو من ضمن تحسين وسائل النقل. كثافه البناء برضو بنحاول في المدن المستدامه انها ما تكونش عاليه، وبعض الحلول اللي ظهرت زي المدن اللي هي على طبقات. طبعا الموضوع المدن على طبقات ده هو ما هوش حديث، لكن هو قديم حديث يعني لكن باختلاف المسميات. يعني كانت في اثناء الحرب العالميه الثانيه كانت المدن خاصة الأوروبية، كانت المدن الموجودة فوق السطح هي اللي كانت عرضة للضرب كتير. فلقينا إن مدن كتيرة جدا كانت بتعمل القطارات اللي هي الأندر جراوند، ودي كانت فكرتها إن يبقى في تنقلات للناس لا تتأثر بالضرب اللي بيحصل فوق على السطح. ولقينا في محطات الاقامات اللي كانت بيسموها ملاجئ ساعتها لهذه المدن تحت الارض. طبعا احنا بنتكلم ده كان ده هو في فتره اللي هي الحروب العالميه الاولى والثانيه، لكن الان بقى في تفكير على ان هذه المدن برضو ترجع تاني تبقى طبقات، ولكن زي ما احنا بنشوف مثلا النموذج اللي عايزين او عايز بيفكروا في تصميم وتنفيذه في السعوديه في منطقه نيوم برضه مدينه على طبقات. اذا هي حلول متباينه وحلول متنوعه ازاي بنحاول نقلل فيها البنى او التاثيرات السلبيه لكثافه المباني على الاراضي بتاعتنا، الاراضي الموجوده لهذه المدن. ومن ضمن الحاجات المجتمعات دائما مجتمعات ذكيه بتحاول انها توجد لنفسها يعني حلول، حتى ولو حلول فرديه، حلول ليست مبنيه على تخطيط مستقبلي وتخطيط مستدام. فبيظهر مفهوم كلمه الزحف العمراني بطريقه او باخرى، هو حل يعني حتى لو كان حل يعني غير هندسي او حل غير مخطط بطريقه جيده، لكن هو حل لاحتياجات الناس للسكن واحتياجات الناس لانها تتواجد في اماكن فيها فرص العمل اكثر واقوى من الاماكن اللي هم جايين منها. فانت ازاي انك يعني تحول هذا الكلام الى شيء مخطط وشيء مستدام، في ده احد العناصر الرئيسيه للمدن المصريه. من هنا نقدر نقول لو احنا خدنا قياسا جمهوريه مصر العربيه يعني كنموذج وتحديدا محافظه الوادي الجديد، ايه السبب الرئيسي اللي احنا بنتكلم فيها؟ السبب الرئيسي ان
محطة العام اللي بيحصل في مصر دلوقتي بيبقى أو يعني بيتوجه إلى إنه بيشتغل على حاجة اسمها الجيل الرابع من المدن. مفهوم كلمة الجيل الرابع بيبقى فيه لبس كتير جدا ما بينه وما بين المدن الذكية. الجيل الرابع يشتمل على بعض المدن الذكية، لكن هو أكثر جيل من أجيال المدن المستحدثة. تقريبا 14 مدينة استحدثت في الفترة الأخرانية. بتحاول القرار السيادي ان هو يعلي من هذه المدن الجديده. ليه؟ علشان في عندنا ازمه في الوادي، الكثافه السكانيه عاليه جدا جدا، والتوجه ان يخف الضغط من الكثافه السكانيه ديت في انشاء مدن جديده. هذا يعني على مستوى مصر كلها. لكن لما نيجي نتكلم على محافظه الوادي الجديد، وهي ركن عزيز جدا من او جزء عزيز جدا من مصر كلها بالكامل، وهنا بيظهر بقى في معانا معلومات لازم الناس تاخد بالها منها، ان هذه المحافظه طبعا نبذه تاريخيه بسيطه، انها اعلنت رسميا سنه 61 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وهي من حداثه المحافظه، الا انها معروف عنها ان فيها واحات كانت موجوده منذ القدم، وهنشوف ايه هي هذه الواحات. طبعا حاليا بيدير المحافظه هو السيد المحافظ السيد اللواء محمد زمروك اركان حرب، وهو اللي حاليا اللي موجود حاليا، وهنشوف الانجازات اللي ممكن نقول عليها بتساعد على التنميه المستدامه في هذه المنطقه. من سنة 61 المحافظة كانت للأسف الشديد، يعني مش عايز أقول إنها كانت يعني مهجورة، لكن كانت يعني شبه ما بتتحطش في مخططات التنمية. وكمعلومات عامة بقى، المحافظة دي هي من أضخم محافظات مصر، أكبرها على الإطلاق، نسبة المساحة بتاعتها 44% من مساحة مصر كلها بالكامل، يعني تعادل 440 ألف كيلومتر مربع، و 66% من مساحه الصحراء بصفه عامه اللي موجوده في مصر الشرقيه والغربيه. هي مكوناتها خمس مراكز رئيسيه، اللي هي الخارجه والداخله والفرافره وبلاط وباريس. انا بتكلم بقى على محافظه فيها مراكز ديت، وهنعرف ليه احنا بنتكلم عليها بصفه مجمله. ما بنركزش على مدينه من المدن، كانت من ضمن ال 14 مدينه في شرق العوينات دي تحت خالص احد المدن اللي هي برضه مستحدثه اللي بيتم فيها التنميه المستدامه. للاسف الشديد هذه المحافظه على ضخامتها كلها انما يقطنها 200 تقريبا 56 الف نسمه، يعني تقريبا بمعدل فرد لكل 2 كيلومتر مسطح. من الجميل في هذه المحافظه ان نسبه الامميه فيها لا تتعدى ال 2%، والجريمه لا تتعدى الواحد في الالف. المحافظة هي تقع في الجنوب الغربي لجمهورية مصر العربية، فبالتالي جوها جو صحراوي، صيفها بيبقى جاف، لكن في الشتاء بيبقى درجات معتدلة، وللأسف الشديد طبعا فيها ندر للأمطار. هنا بنيجي في مشكلة رئيسية، مشكلة المياه. طب بتتعالج المياه ازاي؟ نشوف كده هو بعض التحليلات. لو عملنا سوات اناليسيز للمحافظه كلها، فبنتكلم نقول ان نقاط القوه بتاعتنا اكبر محافظه، ان في وجود اراضي فيها محتاجه تنميه كبيره جدا، في قوانين استثنائيه للمحافظه، في اهتمام دلوقتي القياده السياسيه بالاضافه للتنميه الحضريه اللي موجوده في جمهوريه مصر العربيه، بتحاول انها دلوقتي تعلي من التنميه المستدامه لهذا المجتمع الغالي علينا اللي هو محافظه الوادي الجديد. بنلاقي ان في كميات من المياه بنسميه النهرين بيمروا من تحت المحافظه، الخزان النوبي ده خزان من منابع النيل الرئيسيه من اثيوبيا وكده، هو بيغذي هذا الخزان النوبي اللي في بعض التقديرات بتصل لاكثر من 100 مليار متر مكعب، وفي بعض الاوقات بتصل الى 300 مليار متر مكعب. الرقم بالتحديد لسه يعني ما نقدرش نقول عليه رقم قد ايه، لكن في مخزون ميه جوفيه عالي جدا جدا فيها، نسبه السطوع الشمسي فيها طبعا عاليه جدا انها تصلح انها تستخدم في الطاقه الشمسيه وخلافه. في وعي باهميه حمايه المجتمع، وفي ابحاث زراعيه صحراويه جامده جدا وكثيره جدا في مركز بحوث الصحراء والزراعه.
وبنلاقي ان من ضمن نقاط القوه اللي فيها ان فيها هنتكلم على الخدمات الموجوده فيها زي الطرق والمطارات وكده، هو فيها بعض المناطق اللي ممكن تستغل كمناطق ناقة رياح. القيم والمثل الاخلاقيه الموجوده في المجتمع عاليه جدا جدا، وهنا بنحطها كنقط قوه بتحمي المجتمعات من الانهيار الاخلاقي اللي بنشوفه في مجتمعات اخرى. البيئه المحافظه تقريبا زيرو تلوث، يعني لما تيجي تشوف مقارنه بالمساحه الضخمه اللي فيها دي هي مهما كان احنا لا نجد فيها هذا التلوث لانها بيئه صحراويه متعففه، فبالتالي التعايش فيها والتواجد فيها يحمل من الصحه والخير لافرادها لو توجهنا في اعلاء قيمه التنميه المستدامه لهذه المحافظه. هل يوجد فيها فرص؟ او فيها فرص كثيره جدا جدا، لاحد الاسباب الرئيسيه في منظومه المجتمعات اللي هي التعليم. ايه اللي ممكن نستفيد بيها؟ برضو التوجه الزراعي اللي موجود فيها موجود بصفه قويه، والجميل جدا جدا التوجه السياحي او التنوع السياحي العالي جدا جدا، وهنشوف الكلام ده كله واحنا بنستعرض المعلومات عن المحافظه. طبعا من نقاط الضعف الموجوده ان قله عدد السكان ما تناسبش مع المساحه اللي كلها، ندره الايدي العامله، طبعا عدد السكان قليل فبالتالي ندره الايدي العامله، عدم وجود سكك حاليه تربط المدن ببعضيها، ودي طبعا نقطه بتحاول الخطط التنميه دلوقتي انها تعالجها. المطارات على المساحه دي كلها محتاج مطارات اكتر واكتر على الرغم من كميه المطارات اللي موجوده. لسه البنيه التحتيه بالمحافظه مقارنه بمسطحها طبعا محتاجه صرف مليارات جامده جدا، لكن هي نسبه وتناسب، هي علاقه طرديه مع حجم السكان وعدد السكان. المعالجات الصرف محتاجه ان طبعا يتعمل لها تقنيات عاليه جدا علشان تستغل بصفه عاليه، لان احنا عندنا ندره في المياه، فبالتالي احد الحاجات الحلول ان يتعمل معالجات مياه الصرف. الجمعيات الاهليه محتاجه امكانيات اكتر، دور الاسر المنتجه محتاج يعلى بطريقه كويسه، الاستصلاح الزراعي قد تكون عاليه التكلفه، فبالتالي لازم يكون في حلول تقدر تغطي احتياجات المجتمع ده ويتعافى. محتاج دعم من الدولة كتير، خبرات نوعية التعليم بتحتاج تنوع عالي، النشاطات السياحية محتاجة إنها تعلى، في ضعف المشاركات المجتمعية مسابقات وفعاليات مهرجانات طبعا لأن الحجم السكاني قليل. طبعا الموضوع بتاع الصيانات ده برضو ضعيف شوية، بعد المسافات ما بين المدن، لكن هنشوف ده كله يعني اللي موجود حاليا إيه وإيه هو اختياراته. احنا بنتكلم بحجم هذه المساحه، احنا بنتكلم على 440 الف كيلو متر مربع، يعني احنا لو قلنا ان مصر كلها عايشه على 8% يعني تقريبا 80 الف كيلو متر مربع، 80 الف كيلو متر مربع لو افترضنا ان 440 الف فيها ما فيهاش بشر، فانت محتاج ان تكون تفكر ان هذه المساحه بس لوحدها ممكن تغطي 5 اضعاف تعداد السكان المصر، يعني كانك تقدر تحط فيها نص مليار، 500 مليون نسمه ممكن يكون في هذا المكان، وبيلقوا كمان يعني ده هو اللفظ المصري اللي هو بيلقوا، اللي هو يعني ايه، يعني في مسافات كمان بينيه ما بين الناس وبعضها. من الفرص اللي موجوده ان في طابع حضاري حلو قوي بينم عن هويه المحافظه، ده ممكن يستغل. المسابقات ما بين الاهالي ديت بتظهر نواحي جماليه عاليه جدا جدا، فبالتالي لازم يكون تزيد هذه المسابقات والتاليه اللي يتعمل عليها شغل. الابحاث اللي موجوده سواء كانت المحليه والعالميه ممكن يستعان بها لتحقيق التنميه. الطرق البريه المزدوجه ابتدت يبقى في طرق مزدوجه كتير، وهنشوف الكلام ده في السلايدات اللي جايه. المطارات اللي موجوده، البنيه التحتيه، في سن قوانين المحافظه تسهل عمل الشركات المتخصصه، استزراع نباتات قليله الاحتياج، ده كله في الفرص الموجوده لهذه اوريدي موجوده الحاجات دي هي طبعا. مساحه الكبر مساحه بيخليها التنوع في استخراج المياه الجوفيه، وده هو طبعا نقطه قويه جدا جدا، ان المسافات بتاعت استخراج المياه الجوفيه ما هياش واحده، ما هياش ثابته، ففي تنوع عالي جدا، في ابحاث كثيره جدا اتعملت في هذه المنطقه ومحتاجه انها تستكمل باكثر من كده. في مبادرات قويه للمجتمع ومبادرات قويه لاصحاب القرار بيحطوا المجتمع تحت
في مواجهه مع ايه، يلا بقى اتفضل تعالى خش، في احنا بنعمل مبادرات اهو، تعالى خش وشارك معانا في هذه المبادرات. وبالتالي احنا بنقول لكل المجتمع انه يخش ويعمل تطوير وتنميه المحافظه. الثقافه، نشر ثقافه خدمه المجتمع دي مهمه جدا، ودي من فوق من الحاجات اللي موجوده بطريقه يعني على قدر الامكان، محتاجه طبعا دعم، لكن هي من الفرص اللي موجوده. طبعا توطين الصناعات الجديده، توطين عماله، امكانيه الخبره الاجنبيه، التنوع البيئي العالي، زياده تفاعل ابناء المدارس، اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا في مشروع ضخم جدا في ضمن الحاجات اللي كفرص اللي ممكن تكون المنطقه دي، هي زي ما قلنا قبل كده ان هي من الاجواء القويه جدا او الاجواء النظيفه النقيه اللي ما فيش فيها تلوث، فانت ممكن تكون مناطق لتوطين العلاجات وتوطين المشاريع الصحيه في هذه المحافظه. ومن ضمن هذه الاهتمامات اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه، وفي مركز فعلا موجود ومركز ضخم موجود في مدينه الخارجه، يا ريت يتكرر منه عشرات المراكز في مستوى المحافظه كلها بالكامل. زي ما قلنا البيئه المناخيه رائعه جدا، بالاضافه لحتى كمان البيئه المكانيه. امكانيه زراعه النباتات العضويه مع عمل مهرجانات الانتاج الجديد المحافظه. في تهديدات ان في للاسف في ضعف في وجود مستثمرين، زحف الرمال نتيجه التغير المناخي في المحافظه ده هو. طبعا بيتعمل لهم علاجات، لكن علاجات على قدر الافراد اللي هي زراعات النخيل وزراعات الاشجار اللي هي بتوقف الزحف شويه، لكن طبعا محتاج يكون في توجه باستثمارات لهذا المكان. ندره الامطار بالمحافظه، ودي طبعا يعني بتسبب لنا ان ما فيش يعني بديل للمياه الجوفيه. درجات الحراريه بتساعد على فقد المياه، درجات الحراره عاليه طبعا، لكن طبعا في علاجات ليها طبعا، لكن هي من ضمن التهديدات اللي بنلاقيها حتى عند المزارعين العاديين. للاسف الشديد المحافظه هنشوف فيها كم الاثار اللي موجود فيها، لكن هي للاسف هي حتى بعيده عن خريطه السياحه العالميه فضلا يعني محليه حتى كمان. فبالتالي دي من ضمن التهديدات اللي بنحاول ان احنا نعلى فيها اهتمامات المحافظه بيها. ضعف الميزانيات المخصصه للمحافظه، ودي هي يعني اتغيرت بعض الصور ليها الفتره الاخيره، دي هي المسافات ما بين المدن وبعضها محتاجين طبعا نفهمها ومستوعبها، لان دي محتاج ان يكون عليها مشاريع كثيره جدا. عدم وجود صناعات مكمله من ضمن التهديدات. الفقر طبعا بيرتبط بقله فرص العمل، فلما تكون في فرص عمل اكيد الفقر ده بيقل تماما. زياده الاسر وحيده المعايير، ودي هي من ضمن المشاكل، لكن لان نتيجه للاسف الشديد ان العائل الاوحد بيجيب اسرته، وبعد ما يجيب اسرته بيلاقي نفسه مضطر ان هو يسافر او يسيب عيلته علشان يدور على رزق في مكان تاني بعد ما كان وطن اسرته في هذا المكان، ودي من ضمن المشاكل. عدم وجود انشطه مباشره للاطفال والشباب، طبعا في انشطه لكن مش بالقدر الكافي ان احنا نقدر نقول عليها انها تغطي احتياجات المجتمع الموجود هنا. وكذلك المسابقات عدم يعني وجود متخصصين لفتح اسواق لمنتجات المحافظه، الصناعات المكمله برضو تاني، تكلفه البنيه التحتيه عاليه جدا، ودي بتاثر كامل جدا على احتياجات البنيه التحتيه للمحافظه. مستثمرين جادين، قلنا في الاول انها ضعف وجود مستثمرين، وفي نفس الوقت ان احنا عايزين نوجد مستثمرين جادين، هي دي اشكاليه كبيره جدا. المحافظه فيها ندره واضحه للمشاريع الداخليه والخارجيه، للدعايه للمشاريع، قله اعداد الفنادق وخدمات السائح، خروج المحافظه عن خطه من ضمن التهديدات. الازمات السياسيه والعالميه، ازمه كورونا اثرت جامد جدا حتى على النشاطات الضعيفه اللي موجوده للمحافظه، ضعف الميزانيه المخصصه للمحافظه مقارنه بالحاليه. المحافظه على الرغم من حجمها ده كله، الا انها على الرغم من عدد السكان الضعيف اللي فيها، لكن هي حصلت على بعض المراكز على مستوى المجتمع المحلي، كان على المجتمع المحلي، المجتمع المصري بصفه عامه، وده بيدي لك فكره على ان هذه المحافظه على الرغم من امكانياتها المتواضعه الا انها بتحافظ على كيانتها، سواء كانت على مستوى المدن، احد المدن فيها زي الخارجه خدت مركز اول، والمستوى المراكز في مدينه مركز ومدينه الداخل برضه خدت مركز ثالث، وهكذا. ديت بتدي ايجابيه عاليه جدا جدا عن التصور لمدى تقدم هذه المحافظه كتنميه مستدامه وكفكر تطور حضاري لهذه المدينه.
لما نبص على الخدمات اللي موجوده في هذه المدينه نلاقي ان في فتره وجيزه 2014 ل 2021 زياده كميات الطرق تقريبا الضعف في فتره زمنيه لا تتجاوز كام؟ 7 سنين، من 2200 كيلو متر او يعني 2000 كيلو متر الى 4200، زادت الكميه تقريبا 2200 كيلو متر. وهنا بنتكلم على ان التوجه بقى اللي انا بقول عليه في الاول اللي هو توجه التنميه الحضريه للمجتمعات في مصر وفي المحافظه، في تركيز على المحافظه في انشاء مجتمعات تقدر تستوعب ان لو في بدائل عن الوادي او وجودنا في 8% فهتكون المحافظه هي احد البدائل القويه جدا. النقل البري موجود في المحافظه بطريقه جيده جدا، بتربط كل المراكز المحافظات الاخرى بمحافظه الوادي الجديد، ودي هي نقطه قويه لان طالما انت وجدت طرق فاصبح النقل البري بقى بمنتهى البساطه يقدر يتعامل مع هذه الطرق، ودي هي نقطه قويه انها بقت ربطت مش بس المدن داخل المحافظه وكمان المدن الخارجيه، ودي احد الحلول للتنميه المستدامه ان انت تعلى معاها قيمه النقل البري. كان في خط قطر زمان موجود كان بيربط من منطقه اسمها ابو طرطور، ودي منطقه مشهور بيها منجم الفوسفات اللي موجود في المحافظه، وهذا المنجم كان حجمه ضخم جدا. والغريب ان هذا الخط السكه الحديد كان معمول من ايام الملكيه، من ايام الملك فاروق، وللاسف الشديد اهمل هذا الخط اللي كان دلوقتي بيعاد صيانته بيعاد تطويره علشان يرجع تاني يشتغل حتى يصل الى قنا ومن قنا الى السفاجه، فبالتالي هو يقدر يبقى يستوعب حركه النقل سواء كان نقل الركاب او نقل البضائع. ده في الخطه اللي شغاله دلوقتي عليها الوزارات المعنيه لتطوير هذا الخط. في المحافظه في 3 مطارات والثلاثه بنجد في تنوع فيهم. مطار شرق العوينات ده مطار موجود اساسا في المنطقه الجنوبيه، وهو اصلا معني في المقام الاول بالانتاج الزراعي والانتاج في منطقه شرق العوينات. مطار الخارجه ده بيبقى لنقل الافراد، وهو مطار واحد بيشتغل نقل الافراد. للاسف المطار الداخله لا يعمل ولكن محطوط في الخطه في التنميه بتاعته. المطارات يعني في دلوقتي خطط من ضمن الخطط اللي احنا بنتكلم عليها ان خطط التنميه تزيد فيها وعدد الرحلات تزيد فيها وتنوع، ما تبقاش كلها باسنجر بس او ركاب بس او بضائع بس، فالتنوع ده واضح هيبقى الخطط هي دي اللي بتتولاها الجهات المعنيه برضو في تطوير هذه المطارات. المحافظه في المدن الرئيسيه اللي فيها بتشتغل على الجريد على الشبكه الرئيسيه، وبالتالي احتياجات المحافظه حجم قياسا بحجم العمال بحجم الافراد الموجودين فهي متكفيه جامد جدا. ومع ذلك بيزيد دلوقتي في المحافظه مشاريع استهلاكات او مشاريع الطاقه الشمسيه وتحويل الاستهلاكات الى الطاقه الشمسيه اكثر من الشبكات الرئيسيه. من ضمن المميزات في المحافظه ايضا موضوع الغاز الطبيعي ودخوله في مدينه الخارجه. مدينه الخارجه هي المركز الرئيسي او هي العاصمه للمحافظه، وده بنتكلم على ان احد القوى نقط القوه كبيره جدا جدا لتطوير منظومه البنيه التحتيه للمحافظه. ايضا من ضمن الحاجات القويه ان المدن الرئيسيه متغطيه بشبكات اتصالات قويه، وبالتالي دي هي بتدي فرصه للتعايش المستقبلي الجيد لاي مجتمعات هتيجي تتعايش بعد كده في المحافظه. المحافظه على ضخامتها اللي انا فيها الى حد ما تغطيه معقوله للفنادق، وهنا بنشوف ان الفنادق ما بين 3 نجوم و4 نجوم، وعدد الغرف لحد دلوقتي 650. نامل ان يتضاعف هذا الرقم في الفتره القادمه. ليه؟ لان احنا عايزين يعلى المشاريع اللي بتتبني عليها وجود السائح لهذه المحافظه. في بنوك موجوده وان كانت كلها بنوك محليه في المحافظه، وبالتالي اي مستثمر بيبقى عايز يعمل اي بيزنس او اي شغل هناك هيلاقي كمان خدمه البنوك موجوده.
المحافظة خدت على عاتقها إنها تكون أول محافظة تعمل حاجة اسمها الحكومة الرقمية أو ديجيتال جوفرنمنت، وهنا ابتدى يبقى في منشآت اتوجدت في المحافظة بتحاول إنها يعلى مفهوم كلمة الحكومة النموذجية والحكومة المميكنة، وده طبعا تحت التنفيذ، لكن هي يعني هتكون أول محافظة بيطبق فيها هذا الكلام بمنشآتها الحديثة. للمحافظة بعض المشاركات المجتمعية علشان يعلى برضو مفهوم كلمة التنمية والاستدامة للمجتمع عامة، وهنا بنشوف إن الأدوار بتاعة المحافظة ليست قائمة فقط على المحافظ، ولكن المحافظ والجهات المسندة ليه علشان يعلى فيها استخدام أو يعلى فيها تفاعل القرار السياسي والسيادي مع المجتمع. فبنلاقي إن المحافظ بيحاول يجيب يستقطب ناس كتيرة جدا من المحافظات الأخرى، فبيحاول إن يبقى في شراكات بينه وما بين المحافظات الأخرى في جمهورية مصر العربية زي الغربية والمنوفية وكفر الشيخ، وبيبني مباني ليهم ومنشآت ليهم علشان يبقى في إعادة استيطان يعني في هذه في محافظات كتيرة جدا في مصر ليس لها ضريح صحراوي، والاراضي فيها غاليه جدا جدا، فالمشكله ان هذه المحافظات الكثافه السكانيه فيها بقت عاليه قوي قوي قوي. فكان المبادره اللي اتعملت في المحافظه، طيب ما تعالوا يا المحافظات دي، هاتوا ابنائكم هاتوا اولادكم وتعالوا نعمل لكم مساكن بسيطه ليهم، ونحاول ان احنا نعلي قيمه الاقتصاد، ما يبقاش مسكن وبس. فبالتالي المحافظه بقى تتولى، المحافظه اللي هي اللي جاي منها ابنائها، تتولى توزيع اراضي، وتوزيع اراضي في المحافظه، محافظه الوادي الجديد، وهنا المحافظ بيدي فرصه لهذه المحافظات انها تتملك حتى ال 10,000 فدان علشان تتوزع على اهالي المحافظات الاخرى. من المبادرات القويه للحكومه او المحافظه ان اعاده تجميل المحافظه، على فكره من انظف ومن ارقى، بسبب انها بتاخد مراكز، ان الشوارع بتاعتها نظيفه جدا جدا، وبنيه التحتيه بتاعتها الى حد ما مغطيه احتياجات، فبنلاقي ان كمان بيكملوا المنظومه، ان حتى المباني كمان ابتدت يبقى فيها شكل جمالي الى حد ما بيقدر يغطي احتياجات البعد الجمالي لسكان المحافظه. كانت الاطفال او الطلبه بتاعت المدارس كلهم كانوا في هذه المحافظه، احنا بنتكلم على 256 الف نسمه، يعني احنا مصر كلها 105 مليون تقريبا، ف256، فما كانش في اهتمام كتير جدا بالزي الموحد، اصبح دلوقتي في زي موحد في اولاد المدارس، وكل مدرسه او كل مرحله سنيه معينه لها درجه لون معين مختلفه عن درجه اللون ما بين الاولاد والبنات، ما بين السن للمراحل السنيه المختلفه. سريعا برضو نتكلم عن ايه هي المشاريع الموجوده في المحافظه القائمه فيها. اهم حاجه فيها اللي هي الاستثمار الزراعي، وده ده احد الاسس اللي بيتبني فيها اي استثمار للمحافظه، وده زي ما انتم شايفين كده هو الكميات المزروعه لحد دلوقتي في المحافظه تتخطى 1.5 مليون فدان. فانت بتتكلم على ان انت عايز يعني يزيد هذا الرقم، هنشوف هيزيد ازاي. احد المشاريع والمبادرات القويه جدا جدا لاعلاء القيمه بتاعت الاراضي او الاستثمارات الزراعيه في المحافظه، مشروع قومي اللي هو استصلاح 1,000,000 فدان. واستصلاح 1,000,000 فدان ده غير 1.5 مليون، يعني المطلوب في الفتره الجايه ديت ان كمان تزيد القصه الى 2.5 مليون فدان، ودي رقم اعتقد انه هيحتاج مجهود جامد جدا جدا، ويحتاج مستثمرين كتير علشان يعلى قيمه المليون فدان دول يستصلحوا ويستزرعوا. وزي ما قلت لكم وزي ما الصور مبينه ان البنيه التحتيه فعلا بتحاول انها توجد فرص كبيره جدا جدا للاستثمارات في هذه المنطقه، سواء كانت مد الطرق او سواء كانت معالجات المياه او وجود مياه الشرب، مياه للري، ومياه الزراعه، كل الوسائل دي كلها بنيه تحتيه عشان نوصل للمليون فدان بطريقه تقدر تغطي احتياجات مصر، احنا مش بس مصر لكن احتياجات العالم كمان، ان احنا في فتره ما كنا بنغذي العالم، فكانت يقال في بعض المصادر ان قد يكون هذه المنطقه كانت احد المناطق اللي كانت بتقوم بتغذيه العالم من الغذاء. حاليا دلوقتي موجود في المحافظه 2.5 مليون نخله.
المخطط العام بيطلب من المحافظه انها يزيد على 2.5 2.5 تانيين، يعني عايزين يوصلوا ل 5 مليون نخله في محافظه بحجم محافظه الوادي الجديد، وهي ديت اللي برضو احد الفرص الاستثماريه العاليه جدا جدا لهذه المحافظه. كان مخطط ان يتزرع الزيتون على مساحه 1000 فدان، لحد دلوقتي المرحله الاولى وصلوا ل 400 فدان، وده كمخطط او كمبادره اطلقت لزراعه ال 1000 فدان. الفتره الجايه نتمنى ان الموضوع ده يزيد، لان المحافظه من ضمن المناطق القويه جدا جدا للزراعه. الاراضي فيها قابله يعني عافيه وقويه، تقدر تزرع فيها انواع كثيره جدا جدا من الزراعات. من ضمن الحاجات المبادرات اللي موجوده في المحافظه اللي هو زراعه التوت وانتاج الحرير الطبيعي، مبادرات اللي هي النباتات الطبيه والعطريه، ودي برضو من ضمن الحاجات القويه جدا جدا اللي المحافظه دلوقتي متبنياها، انها تقدر تعمل خدمات للي بيحاول انه يخش في هذا الاستثمار. النباتات الطبيه والعطريه العوائد الضخمه بتاعتها بتخليها من المشاريع الناجحه في المحافظه. الاستثمار الداجني ابتدى يبقى فيه اهتمامات قويه جدا جدا في المحافظه للاستثمار الداجني، ودي برضه نقطه مش بس تغذيه الموجودين في المحافظه 256، ولكن نتخطاها الى المحافظات الاخرى والتنميه المستقبليه كتنميه مستدامه وتنميه حضريه للمجتمعات اللي ممكن تقام في هذه المحافظه مستقبلا ان شاء الله. في احد المشاريع القويه دي، هي اكثر من مشروع زي ما انتم شايفين كده بارقام، من فوق بنتكلم على ارقام مش قليله ضخمه، محتاج ان يكون في اضعاف هذه الارقام ان شاء الله في الفتره الجايه. احتياجات المحافظه لان يكون في استثمارات في الصناعه، اوريدي في موجود طبعا، في حاجات بتشتغل على الصناعات او اللي هي زي اعاده تدوير مخلفات بتاع جريد النخل مثلا، ومثلا انتاج الصناعات المرتبطه بالمستخرجات الارض زي البطاطس زي البنجر زي تصنيع الفول السوداني والعصائر المربات، كل ده موجود حاليا، وان كان مطلوب انه يزيد بكميات اكتر من كده كمان. الاستثمارات اللي مطلوبه في المحافظه ايضا استثمارات قائمه على نكمل الصناعات المكمله والخدمات المكمله للاستثمار الاولاني الاستثمار الزراعي، فبيحاول ان يبقى في صناعات اخرى تستقطب في المحافظه زي صناعات مصانع اجهزه الري الحديثه ومحطات الطاقه الشمسيه، ماكينات حفر الغمار، ثلاجات حفظ الحاصلات الزراعيه، مصانع التربيه والتغليف. محتاج الموضوع ده هو يزيد اكتر واكتر الاستثمار فيها. المحافظه من حجمها الضخم جدا وجدت فيها معادن كثيره، اول حاجه احنا اتكلمنا عليها اللي هو الفوسفات، والفوسفات يستخدم في السماد بكميات ضخمه جدا في ابو طرطور، لكن الحمد لله في معادن كثيره ايضا وجدت زي الحجر الجيري اللي بيستخدم فيه الاسمنت، الجرانيت والبازلت، اكسيد الحديد توجد بكميات مش قليله، الرخام، الزلط، الرمال البيضاء، وصناعات الازاز اللي ممكن تعتمد على الرمال البيضاء، وهكذا. انت ممكن تلاقي نفسك بتتكلم على ان محافظه مليانه من الفرص. ايه هي فرص تحديات؟ احنا بنحاول نعلى برضه في توجهنا للتنميه الحضريه للمحافظه انها تكون اول محافظه في مصر صديقه للبيئه. ومفهوم كلمه صديقه للبيئه اللي هو انه يتخطى مفهوم المشاريع الانتاجيه او المشاريع الخدميه الموجوده، احنا بنحاول ان احنا يبقى المجتمع نفسه كمان يتفاعل مع مفاهيم الصديقه للبيئه. بنحاول ان احنا نتكلم من خلال محاور متعدده زي محاور اسكان، هنشوف نتكلم عليهم واحد واحد. اعتقد ان هي من المحاور القويه اللي انت تقدر تبني بيها اي مجتمع. محاور رئيسي محاور الاسكان والتخطيط، احنا بنحاول نعلي فيها مفهوم كلمه المباني البيئيه المستدامه، فيعلم عن المباني الخضراء، وده التوجه الجديد للمنشات الحديثه اللي هتبقى موجوده في المحافظه ان شاء الله الفتره اللي جايه، ان احنا نشتغل بين البنى بالطين. يعني انت عندك مزارع كتيره جدا جدا محتاج ان يكون ليها استراحات، محتاج يكون ليها اماكن، فانا نلجا الى ان احنا نستورد الاسمنت من المحافظات الاخرى او الحديد علشان نبني مباني هيكليه من الخرسانة والاسمنت. طب ما يبني بالطين، وبقى في عندنا خبرات متنوعه عاليه جدا جدا في البنى بتربه الارض او البنى بالطين في هذه المنطقه، والتربه كمان هناك بتساعد لحاجه زي كده، التربه هناك قويه والطفليه بتاعتها بكثافات
عالية يقدر يبني بيها كويس جدا، وممكن يستفاد بأفكار مبتكرة زي ما كنا بنتكلم على موضوع مخلفات النخيل، فإزاي إن إحنا ممكن نستخدم جذوع النخيل في البناء واستكمال منظومة البناء، في بعض الأفكار زي البناء بالكونتينرات، وإن كان طبعا النقل فيها هيبقى مكلف شوية، لأنك من أقرب مين علشان توصل للمناطق اللي هي محتاج تفكر كتير في التكلفة دي هتبقى عاملة إزاي. لكن إحنا بنقول إن لازم يكون في تطور للفكرة بتاعتنا. من ضمن الحاجات القوية جدا في استفادتنا من المشاريع اللي موجودة على مستوى العالم، اللي المشاريع اللي موجودة في دولة الإمارات الشقيقة، ونتمنى أن يكون هي التوجه الرئيسي لمصادر التنمية والاقتصاد في دولة الإمارات الشقيقة، أنها يتوجهوا للمحافظة. ونتمنى أن يكون أحد هذه التوجهات ان زي ما في مدينه مصدر في ابو ظبي، نتمنى ان يكون في مصدر المصريه تبقى في محافظه الوادي الجديده، ونتمنى ان تكون نقطه انطلاقه قويه جدا جدا هذه القريه، انها تستقطب رجال الاعمال وتستقطب المجتمعات الحديثه، انها تتعايش في محافظه الوادي الجديده برؤيه وفكر جديد وابداعي جديد. بنحاول نعلي قيم التخطيط الروح التنافسيه ما بين الاطفال والشباب والفنانين، ونعمل مجالات مسابقات، بنحاول ان احنا نعلي هذا الكلام ده كله، بنحاول ان احنا نوجد عناصر جماليه كتيره جدا جدا في المحافظه بوجود اليات كتير علشان نعلي فيها الجمال، الميادين والطرق والمظلات والافكار الدعائيه الاخرى. المدن الرئيسيه في المحافظه الداخله والخارجه منتشر فيها الجنائن والحدائق، وبنحاول ان احنا نوجد كيانات تربط المجتمعات بالمدن دي بطريقه جيده جدا، وبنحاول ان احنا يعلى فيها الاستخدام الجيد للمساحات الموجوده والافكار الابداعيه لهذه المساحات. من ضمن الحاجات التحديات العاليه جدا اللي بنحاول ان احنا نغطيها في المحافظه اللي هو التغذيه بالميه ومعالجه الصرف، وديت بيبقى محتاج ان يكون في افكار خارج الصندوق زي ما بيقولوا، والحمد لله ان المراكز البحثيه شغاله على الموضوع ده هو بطريقه جيده جدا، وان كان طبعا بيبقى فيه افكار خارج الصندوق لامكانيه تقليل تكلفه استخراج المياه الجوفيه، وان كان طبعا استمطار الامطار محتاج يكون فيه سحاب او غيرات، لكن في معالجات اصبحت دلوقتي بتقدر تعمل استنطاب للامطار، وهي نقطه من النقط اللي ليها تفكير عالي جدا في معالجه مشكله الميه في المنطقه. المعالجات الصرف الصحي ابتدى يكون في توجه لانها تتطور اكتر واكتر، والمعالجات الثنائيه بقت ثلاثيه دلوقتي في المحافظه، واعتقد ان بقت كمان في مشاريع بتبني هتبني على وجود هذه المعالجات المياه الصرف الصحي، سواء كانت لعمل طاقه او سماد او خلافه، ولكن هي في الاخر احد المشاريع القويه جدا جدا في اعلاء احتياجنا للميه في المحافظه. احنا اتكلمنا على ان المحافظه ضخامه الوادي الجديد محافظه اساسا صحراويه، فانت عندك نسبه السطوع الشمسي فيها عاليه جدا جدا، بالاضافه انها صحراويه فيها موضوع الرمل، فانت محتاج ان انت تستغل الكلام ده هو في الطاقه البديله، نشر فكره او ثقافه الطاقه البديله، سواء كانت على مستوى المحليات ومستوى الشوارع والطرق، وكمان على مستوى المزارع، وده اللي بيحاول التوجه السياسي ان هو يشتغل عليها دلوقتي. زي ما قلنا المباني الحكوميه دلوقتي كمان حتى كمان تبقى في توجه كامل جدا انها تبقى كلها معموله، مش بس مباني حكوميه ومساجد وكنائس، وانها كلها تبقى مناره بالطاقه الشمسيه، ودي برضه من الفكر اللي بيعلن دلوقتي فيها المفهوم استخدامنا كمان للطاقه المتجدده الهيدروجين كده، هو في توجه جامد انها ممكن تكون احد النقاط القويه جدا جدا للمحافظه، ان يكون في مشاريع بالشكل ده وبالضخامه دي في المحافظه. محتاج نستوعب كويس قوي ان الارض عافيه جدا جدا في المحافظه، فبالتالي نقدر نشتغل عليها الزراعات، حتى كمان الزراعات الغير تقليديه زي الغابات البولونيا والمهوجن والحور والزراعات الاخرى، النخيل والانواع بانواع كلها مختلفه، زراعات الاكوابونيك الزراعات، وكمان الطبيه والعطريه وخلافه، وكمان نقدر يعلى فيها الانتاج الحيواني بطرق او يعني بحاجات غير تقليديه زي الغزلان والايائل والنعام. اوريدي في مشاريع، في مشروع عام موجود هناك، لكن انه يبقى زياده ويكسر فيها هذه المشاريع، هو ده التوجه اللي احنا نتمناه من كل المستثمرين علشان يزيد فيها التنميه المستدامه لهذه المحافظه.
حوار الصناعة والتعدين، احنا بنحاول في كل المحافظة على ساعاتها الضخمة اوريدي هي موجود فيها مجمعات صناعية، موجودة في محافظة في مدينة الداخلة والخارجة في مجمعين صناعين ضخم، محتاج مستثمرين يعلى فيها صناعات بقى كتيرة متنوعة زي صناعات المخلفات بأنواعها كتيرة اللي داخلة فيه البلاستيكات، اللي داخله في المواد البناء، اللي داخله في المواد العزل، المواد كل الصناعات اللي ممكن تطلع من صناعات المخلفات، اعتقد انها هتبقى فرصتها قويه جدا جدا في المحافظه. كذلك الصناعات العدويه وصناعات التعدين، عندنا معادن كثيره في المحافظه، لو فكرنا في مصانع الاسمنت، مصانع الرخام، مصانع الفوسفات السماد، اعتقد ان هي هتبقى نقطه قويه وانطلاقه قويه جدا جدا. واحنا نقول ان ضخامه المحافظه تغطي مفهوم كلمه ان هيبقى في تلوث في الجو او لا، اعتقد الموضوع ده حتى لو درس من بدايته بطريقه صح، اعتقد هيبقى نقطه قوه وجذب جامده جدا جدا للمستثمرين في المحافظه. اتكلمنا على الصناعات المستدامه، المحور التعليم، واحنا محور التعليم هنا هو ان بنحاول يعلى فيها مفهوم كلمه انه القصد فيها ان احنا نخدم على المجتمع بصفه عامه. لكن في توجه دلوقتي ان التعليم ما يبقاش في خدمه المجتمع المحلي فقط، ولكن كمان ممكن يكون توجه انه يخدم المجتمعات الدوليه ايضا. لان بيئه زي بيئه المحافظه بيئه قويه جدا وجيده جدا جدا ان توجد فيها النوعيه الغير تقليديه في التعليم، يعني مثلا التعليم البيئي زي التعليم الفني اللي محتاج يتفكر بطريقه مختلفه كبيره جدا. اعتقد ان التعليم البيئي ان لو كلمنا فيه بطريقه جيده من المراحل الثانويه الاولى، هنصل ان احنا ممكن نفكر بطريقه جيده ان ازاي يعلى عندنا مفهوم كلمه التعليم الجامعي. كمان التعليم الفني محتاج كتير جدا، لو احنا بنتكلم على مشاريع استثماريه المحافظه بتحاول انها توجد لها الفرص القويه، يبقى انت محتاج تعليم فني عالي يقدر يغطي احتياجات تعليم المشاريع الاستثماريه المطلوبه. وبالتالي عايزين نفكر ان التعليم الفني يكون جنبا الى جنب مع التعليم العادي علشان يغطي احتياجات المحافظه في التنميه المستدامه المستقبليه. نتكلم على ان المحافظه ذات بيئه طبيعيه نقيه تساعد على تنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، أعتقد إن ده هي نقطة قوة كبيرة جدا جدا، إن فيها يعني أحد المراكز اللي موجود فيها حاليا دلوقتي تقريبا تخطى قيمته 35 مليون جنيه من منشآت وأجهزة وكده موجود في المحافظة، أعتقد إن المحافظة قادرة إنها تعمل فيها مراكز مش مركز أكثر من مركز. نتمنى إن يكون في فكر يوجه المحافظة إنها تكون يعني المحافظة تحاول انها يتعمل فيها جامعه بيئيه. حاليا المحافظه فيها جامعه واحده بس اللي هي جامعه الوادي الجديد، لكن اتمنى ان احنا يكون فيها اكثر من جامعه، ونشتغل بقى على مفهوم كلمه الجامعه البيئيه، يعني يبقى في عندنا كليات زراعه صحراويه، كليات طب المناطق الحاره، الطب البيطري الصحراوي، الصيدليه العضويه، العماره البيئيه، التقنيات الروبوتيه، الجيولوجيا والتعدين وعلوم الارض الصحراويه، كل دي هي الكليات ممكن تستحدث في الجامعه البيئيه اللي نتمنى انها تنشا في المحافظه. السياحه وما ادراك ما السياحه، نوع عالي جامد جدا جدا في هذه المحافظه، بيخليك تقول والله اين هذه المحافظه من الخريطه. من اول ما تلاقي السياحه او المناطق الطبيعيه زي الصحراء البيضاء والصحراء السوداء وجبال الكريستال والسفاري والمغارات اللي موجود فيها، اعتقد ان هتبقى لو حد فكر فيها كاستثمار عالي جدا جدا هتبقى نقطه قوه كبيره جدا. فاحنا بنقول ان اذا كان فيها دلوقتي 650 غرفه فندقيه، نتمنى ان يتضاعف هذا الرقم، لان احنا في عندنا زحم كبير جدا، مش بس الساحه الطبيعيه او اللي موجوده في بيئه المكان، ده كمان في عندنا معابد، في معبد هيبي الصفراوني، معبد الغويطه، مقابر البدوات، السواقه، مقابر بلاط، بالاضافه طبعا لكمان اثار اسلاميه، قريه القصر الاسلاميه، دار الغباري، كهف، كل ده كله تنوع عالي جدا جدا موجود في المحافظه، اعتقد ان هو نقطه قويه ونقطه جذب عاليه جدا جدا لو اقيمت فيها مشاريع استثماريه قويه. ازيد من كده كمان في ايه؟ ان انت ممكن تستغل البيئه الصحراويه انك تعمل فيها محاور للسياحه، سواء كان التزحلق على الرمال او سباقات الهجنه او سباقات الرالي او سباقات البالون او
استثمار السياحة فيها. أيضا من الحاجات القوية جدا جدا إن منتشر في محافظة المياه الكبريتية، فنجد إن أحد النقاط القوية جدا جدا اللي بيجي لها السياح من مناطق كتير في العالم، ونتمنى إن يكون في مشاريع أكتر من كده كمان إن يزيد فيها الاستثمار السياحة العلاجية في المحافظة، لوجود كمية من الآبار الكبريتية العالية، الرمال والدفن بالرمال والاستحمام بالطمي والأعشاب الطبيعية اللي موجودة هناك، وتواجد ثقافة بيئية جميلة جدا جدا اللي هي المنتجات اليدوية اللي موجودة في المحافظة، ليها التراث وزخم شعبي عالي جدا جدا، يجب أن يستغل بطريقة جيدة جدا جدا المشاريع الاستثمار السياحي في المحافظة. نتمنى أن يكون المحور الرئيسي في هذه المحافظة هو أن احنا نعمل حاجة اسمها المسار الأخضر للسياحة بالمحافظة، وناخد السياح إلى مناطق لم تكن تطعها قدم في بعض المناطق، نصول من المطارات إلى هذه المناطق. أعتقد أن المحافظة ليها من الأدوار اللي ممكن تقوم بها كمحافظة تخش فيها هذه المحافظة في خريطة سياحية دوليا ومحليا. احنا بنحاول نعمل فيها التنمية المحلية، زي ما أقول لك أحد النقاط الضعف الموجودة في المحافظة إن هي محتاج إن يهتم بيها الخدمات القائمة على الأسر المنتجة والقائمة على الأسر المعيلة، وإزاي إن احنا ندخلها في مفهوم منظومة المسابقات ومنظومة المعارض الدولية. دي محتاج كتير جدا جدا إن احنا نزودها ويعلى فيها الأدوار الموجودة، على الرغم من قلتها إننا بنحاول قدر الإمكان إنها تبقى فيها الزخم عالي. أخيرا احنا كتنمية مستدامة بنحاول إن احنا نوصل لهدف رئيسي اللي هو إيه؟ إن المحافظة الجديدة دي تكون أول محافظة في مصر صديقة للبيئة، وده اللي بيوجهنا جامد جدا جدا ان خدمة المخططات التنمية المستدامة للمحافظة. وانا كده وصلت لنهاية المحاضرة، وارجو ان اكون غطيت مفهوم التنمية المستدامة بطريقة جيدة، والمثال الحالة الرئيسية لمحافظة الوادي. جزاكم الله كل خير يا دكتور، ألف شكر لحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. لو في حد عنده أي أسئلة يتفضل نفتح المايكات. لو في حد عنده أي أسئلة الله يكرمك دكتور. احنا فاتحين الباب للاسئله، لو حد عنده اي استفسارات او اي اسئله للدكتور. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا مساء النور دكتور هيبه، اتفضل يا دكتور. اهلا بحضرتك. هو انا كان دكتور برضو يعني بشكر حضرتك طبعا على المحاضره، فعلا كانت حلوه جدا يعني بشكر حضرتك عليها. انا عندي بس استفسار، هل نقدر ان احنا نقول ان في مدن تانية او في محافظات تانية جوه مصر ممكن تكون محافظات صديقه للبيئه؟ يعني اعتقد ان التميز بتاع محافظه الوادي الجديد انها محافظه بعيده، عدد السكان قليل، فمصادر التلوث قليله، امكانيات التحسين سهل تحقيقها، أو إمكانيات التطوير للمدينة سهل تحقيقها. هل ده ممكن يكون موجود في محافظات تانية؟ يعني هل في توجه حكومي إن في محافظات تانية جوه مصر بنقدر نقول عليها إنها صديقة للبيئة، أو بتحاول إنها تتحول إلى إنها تكون مدينة صديقة للبيئة؟ وهل المدن القائمة اللي هي المدن الكبيرة زي ما بنقول القاهرة أو الجيزة أو اسكندرية، هل في إمكانية إنها تتحول إلى مدن اقل ضرر للبيئه؟ يعني انا من ضمن سفراء المناخ والمبادره الخاصه بالمناخ والنقط الخاصه باستراتيجيات التنميه وكلاسيكو 27 والمؤتمر المناخ اللي هيتم في مصر ان شاء الله على اخر السنه المهتم بتناول المناخ. اهم النقط اللي احنا بنتكلم عنها ان احنا يبقى في توعيه بيئيه، والناس يبقى عندها ادراك للمشاكل البيئيه اللي احنا موجودين فيها ومسبباتها. فهل ممكن ان الاستراتيجيات دي تكون خلال الفتره دي قابل تطبيقها على محافظات أخرى؟ يعني عشان بس يبقى السؤال واضح، السؤال الأولاني هل في محافظات أخرى في مصر بتتبنى نفس استراتيجيات محافظة الوادي الجديد؟
يعني في مثل آخر داخل مصر نقدر نقول إن هي هتبقى محافظة أو بتتحرك إنها تكون محافظة صديقة للبيئة؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، وهل ممكن، في نفس السؤال، هل ممكن تكون المدن المقاربة لظروف الوادي الجديد إنها تبقى مدن متطرفة، مدن بعيدة، مدن فيها معدل السكان أقل، التلوث أقل، إمكانيات التحسين سهل أو التطوير سهل إن إحنا نعملها نتيجة لوجود عدد سكاني قليل؟ ده موجود، ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، هل في حلول خاصة بالمحافظات الضخمة سكانيا زي القاهرة واسكندرية والجيزة الحكومة بتتجه إنها تسعى إلى تحسين الأداء البيئي فيها، ولا من الصعب إن احنا نتحرك في المحافظات اللي فيها معدل إسكان كبير؟ وشكرا جزيلا لحضرتك. اهلا وسهلا بك. طيب، هو المفهوم كلمه التنميه المستدامه مفهوم بيجتمع فيه عناصر كتيره جدا في صنع القرار، ونقدر نقول ان يعني الجهه الرئيسيه اللي تتبنى هذا التوجه هو اولا وزاره التخطيط ثم وزاره البيئه. كانت الاساس في وزاره البيئه ان كانت هي اللي بتقوم بالدور ده، هو على اساس انها هي اللي بتعلي قيمه التنميه المستدامه لمفهوم البيئه ومفهوم الاستدامه للمشاريع بتاعتها. من فترة أعتقد إن الوزارة ما بقتش هي الوحيدة المعنية بهذا الأساس، أصبح في كل محافظة، في كل وزارة من الوزارات دلوقتي، وكل محافظة من المحافظات أصبح فيه زي فرع للبيئة موجودة جوه الوزارة وجوه المحافظة. فإذا اهتمامات البيئة زادت في الفترة الأخرانية دهية ما بين محافظات وبعضها، وبقى التنافس على إن إزاي يعلي قيمة البيئة. إحنا بنشوف دلوقتي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى كمان في توجهها الجديد لكل المدن الجديدة بيبقى فيه توجهات كتيرة جدا لعناصر كتيرة جدا بتساعد على التنمية المستدامة. يعني بنشوف المدن الجديدة انها ازاي تعلي مفهوم المماشي، حتى في القاهرة، حتى في اسكندرية، حتى في مناطق كتيرة جدا جدا المماشي، الممشى اللي بيقدر يخدم المجتمعات علشان يقلل كتير جدا من استهلاكاتنا من او تلوثات البيئة لوسائل النقل وكده. بنلاقي من العناصر التنمية المستدامة مثلا توجه كتير جدا دلوقتي ان السيارات ابتدى يبقى فيه سيارات بتشتغل على الكهرباء، وبقت اتوجدت محطات للتشارجر للكهرباء لشحن البطاريات. اذا في تنميه سواء كانت على مستوى السيادي اللي هو مستوى المحافظات او الوزارات، وعلى مستوى المحافظات والمحليات ابتدى يبقى فيه توجه لهذا الامر. ابتدى يزيد كمان مشاريع اللي هي صناعات المخلفات وصناعات القائمة على المواد المخلفات وتحويلها إلى مواد عضوية أو صناعات أخرى، ابتدى في توجه، وأصبحت كمان الدولة كمان بتتبنى هذه المشاريع وبتعلي فيها قيمة إن يبقى محمية أو لها امتيازات بريفليش عالية شوية علشان يخلي الناس تتشارك في هذا النوع من الاستثمار. انا فاهم كويس قوي ان احنا يعني ان الدوله بتحاول انها تخش في محطات صعبه كبيره جدا ليها تراكمات سنين فايته، لكن بياخد وقتها. ويمكن اللي بيحصل حتى كمان في زخم التنميه العاليه اللي بيحصل في القاهره، وهي احد النقاط السخنه الصارخه في مواضيع التنميه المستدامه، بيحاول ان هو يغطي تراكمات سابقة عالية جدا جدا في المعالجات، وإن كانت طبعا في بعض الآراء إنها دراماتيكية شوية. هل هذا الكلام يطبق على المدن أو على المحافظات اللي هي النائية؟ المحافظات النائية يعني هي أميز ما فيها إنها يعني غير ملوثة، وبالتالي انها تقبل انها تكون فيها تنميه مستدامه. اعتقد ان في بعض المحافظات بتشتغل على كده، سواء كانت في محافظات سيناء او محافظات مطروح او في الوادي الجديد بصفتهم المحافظات اللي هي النائيه او محافظات الاطراف. واعتقد ان حتى كمان المشاريع دي هي تاخد منحه، الدوله بتحاول انها تشجعه بطريقه او باخرى، لكن بيعلى قيمه ان المحافظات الاخرى نسبه السكان فيها اعلى بكثير جدا من محافظه الوادي الجديد. وهنا ميزه محافظه الوادي الجديد انها اي تنميه هتتم فيها هيبقى ظاهره وباينه لكل من هو معني بالامر وكل من هو صاحب قرار.
أعتقد إن الموضوع محتاج إن يبقى فيه صبر، ولكن صانع قرار ابتدى ياخد باله من هذا التوجه، لأن إحنا كلنا رايحين على 2030، فإحنا بنتكلم على إن إزاي إن إحنا نلحق الركب بتاع 2030، بغض النظر على إن هو هيؤدي إلى فاينز أو مخالفات هتتم على الدول اللي هي أطلقت مبادراتها وما كملتهاش أو ما أطلقتش مبادرات، فإحنا هنشوف الكلام ده هو هيبقى عامل ازاي الفتره اللي جايه. لكن في تصارع دولي، حتى في كمان في 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 المشاريع المستقبليه لمصر اللي بتتكلم على ازاي يعلى قيمه التنميه المستدامه للمجتمع المصري كله بالكامل. ارجو اكون اجبت شويه على السؤال. صحيح يا دكتور، بس يعني إضافة بعد إذن حضرتك، لو أنا عايز أوصل للمعلومات المحدثة عن مدى التطوير اللي الدولة بتعمله في تحسين البيئي للمحافظات، أقدر ألاقي الداتا دي موجودة طبعا لهيئة المجتمعات العمرانية ولا هيئة الاستثمار؟ يعني المصدر اللي هيكون فيه من السهل أن أنا أحصل على الداتا اللي هي تكون واضحة كأرقام كمعدلات وسهل ان انا اوصل ليها، مش مجرد ان جاري تنفيذها او ان من الصعب ان انا اوصل لمعلومات ممكن تكون لسه ما اتطبقتش او لسه تكون منتظرين اعلانها بشكل رسمي. هو هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده معنيه فقط بالمجتمعات العمرانيه الجديده، واخد بالك؟ انما الداتا اللي انت بتتكلمي عليها مش موجوده حتى كمان غير في وزاره التخطيط ووزاره البيئه. فده الجهتين الرئيسيتين زي ما قلت في الاول ان هم دول المعنيتين بموضوع التطوير للتنميه المستدامه. اي وزاره ثانيه هي بيبقى فيها عندها جزء معني، ولكن الاصل موجود في التخطيط وفي الـ وفي الـ وفي وزاره البيئه. وكل وزاره بقى ليها اختصاصاتها، يعني احنا لما نتكلم مثلا عن التعليم او التنميه في التعليم، سواء التنميه المستدامه في التعليم، فبتلاقي وزاره التعليم وهكذا. الجامعات نفس القصه وهكذا. لكن اساسا الداتا دي هي مش هتلاقي غير موجوده في التخطيط وفي طبعا مجلس الوزراء هو النقطه الرئيسيه اللي ممكن تقدر تاخد منها اي داتا، لكن وزاره التخطيط ووزاره البيئه اللي ليهم اهتمامات اكتر. تمام، جزيل الشكر يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك. اهلا وسهلا بك، جزاكم الله كل خير. شكرا دكتور، الف شكر لحضرتك دكتور. الله يكرمك دكتور، كانت محاضره قيمه جدا، استفدنا كلنا منها الحمد لله دكتور. ربنا يبارك. شكرا دكتور. ألف شكر ليكم، تشرفت بيكم.